ومن القواعد أيضا التي تفرع على ما مضى وهي تعتبر نتيجة، كل من أمرنا الشارع بطاعته، كل من أمرنا الشارع بطاعته فله مطلق الطاعة للطاعة المطلقة، كل من أمرنا الشارع بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة، فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، فإن الله قد أمرنا بطاعته وجعل له الطاعة المطلقة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمرنا الله بطاعته فإنما له عندنا معاشر أهل السنة مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. فالطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم ممن أمرنا الشارع بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. ويفرع على ذلك طاعة الزوجة لزوجها، فإنما لزوجها عليها مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. وطاعة الأولاد لوالديهم، فإنما لوالديهم عليهم مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. ويفرع عليها طاعة العلماء، فإن الله أمرك بأن تطيع العلماء أليس كذلك، فللعلماء مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. وكذلك ممن أمرك الله بطاعتهم الحكام، فللحكام مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. فإن قلت وما قصدك بمطلق الطاعة، فأقول أقصد بها الطاعة المقيدة بطاعة الله ورسوله. فمتى ما أمرك الحاكم بشيء لا يتضمن مخالفة لشيء مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تطيعه. فإذا لا يجوز أن نضفي على الحكام الطاعة المطلقة، هذا لا يجوز أبدا، وإنما لهم مطلق الطاعة. وعلى ذلك دلت الأدلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأمروا أي الولاة بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، قالها في سرية بعثها فأغضبوا أميرهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا ثم قال ادخلوها، فهم بعض القوم أن يدخلوها سمعا وطاعة لهم، فقال ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لي وأطيعوا، قالوا بلى، قال أوقدوا نارا وادخلوها. فقال بعضهم لبعض إنما أسلمنا وأمنا بهذا الدين لننجو من النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فهمتم هذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، انتبه، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا هو الذي جعل الله عز وجل لا يعيد فعل الأمر أطيعوا بالنسبة لولاة الأمر، فقال في طاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فله الطاعة المطلقة، ثم قال وأطيعوا الرسول، فكرر فعل أطيعوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما هو طاعة لله، فالله له الطاعة المطلقة ولرسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة. لكن لما جاء قضية ولاة الأمر قال وأولي، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فعطف طاعتهم على طاعة الله ورسوله، فمتى ما أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة.